السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم كريم ومحمد في فيديو جديد. موضوع فيديو اليوم هذا التلفاز من نوع سامسونج 42 بوصة LCD. به مشكل، الصوت موجود والصورة غير موجودة، خلفية الإضاءة لا تشتعل. سوف أريكم، وعند تشغيله الشاشة تعمل كفلاش، لاحظوا. لا أعلم إن كان الأمر يعني ظاهر في الكاميرا، المهم الشاشة تعمل كفلاش، كأن خلفية الإضاءة تشتعل ثم تنطفئ. إذا أصدقائي، سوف أقوم الآن بفتح هذا التلفاز وأكتشف العطل الذي به ونحاول إصلاحه مع بعضنا إن شاء الله، فتابعوا معي. والآن أصدقائي، كما تلاحظون هذا هو شكل التلفاز من الداخل. ولو لاحظتم في الأول كانت الشاشة تعمل كفلاش وكأن الإضاءة يعني تشتعل ثم يعني تنطفئ. وأول شيء علي فعله في هذه الحالة هو التأكد هل فعلا الإضاءة يعني خلفية الإضاءة تشتعل ومن ثم تنطفئ. سوف أقوم بتمرير التلفاز بالكهرباء. لاحظوا من خلال هذه الثقوب إن اشتعلت الإضاءة سوف تظهر من خلال تلك الثقوب. بسم الله. إذن أصدقائي، كما تلاحظون الإضاءة يعني تظهر ثم تختفي، وهذا يدل على أن هنا موجود يعني خلل. إما هذا الخلل أصدقائي، هذا المشكل له احتمالاً، إما المشكل من خلفية الإضاءة يعني من اللمبات المسؤولين عن إنارة الشاشة، لمبات الفلور، لأن هذا التلفزيون فهو LCD ليست به ليدات، به لمبات الفلور، إما من لمبات الفلور أو المشكل من الانفيرتر المسؤول عن يعني تغذية تلك اللمبات. فكما قلت هذا المشكل له احتمالان اثنان، ولنتأكد يعني هل من اللمبات أم من الانفيرتر علينا القيام ببعض القياسات. ولكن قبل ذلك علينا أن نفهم أصدقائي هذا الانفيرتر الموجود في هذا التلفزيون المسؤول عن إضاءة يعني الشاشة. الانفيرتر مقسم إلى قسمين هنا، قسم بهذا الاثنين من الترانسفورمر وهو القسم الرئيسي، ومن ثم هذا الجزء أو هذا القسم، وهو يحتوي على عدة يعني ترانسفورمر. سوف أريكم، لاحظوا هنا يعني مجموعة من المحولات ترانسفورمر، وكل ترانسفورمر هنا فهو يغذي لمبة مسؤول عن إشعال لمبة. فهنا موجود العديد من اللمبات، كل محول هنا أو ترانسفورمر، هذا الترانسفور الصغير، كل ترانسفورمر هنا فهو مسؤول عن يعني تغذية لمبة. وهنا موجود هذ الاثنان من الترانسفورمرات الكبيرة، المحولات الكبيرة. هذه المحولات الكبيرة فهي الرئيسية في الانفيرتر، بحيث هذه المحولات هي التي تمد التغذية لهذ المحولات الصغيرة، لكي بدورهم هما أيضا يمد التغذية للمبات ويشتعلوا. إذن كما قلت احتمالا اثنان، إما المشكل من الانفيرتر أو من اللمبات. ولهذا سوف كما قلت سوف أقوم ببعض القياسات، وهي بقياس الفولتية على المكتف الرئيسي، وسوف أشرح لكم لما أصدقائي ما علاقة الفولتية اللي في المكتف الرئيسي بالانفيرتر. لأن الانفيرتر هنا كما قلت هاد الترانسفورمر هما المسؤولين، هما الرئيسيين في الانفيرتر. هاد المحولات الترانسفورمر يأخذون التغذية من المكتف الرئيسي، ليس كباقي الانفيرترات في باقي تلفزيونات LCD، بحيث الانفيرتر يكون له مصدر تغذية 24 فولت. هنا في هذا التلفاز مصدر تغذية هاد الانفيرتر هو 380 فولت.
إذن أصدقائي، لما علي القياس هنا الفولتية وأتأكد منها، لأن موجود هنا في هذه وحدة التغذية ما يسمى بالبوست كونفرتر، وهو يعمل عندما تكون يعني الفولتية يعني في الوضع العادي تكون الفولتية هنا 280 فولت. يوجد هنا بوست كونفرتر هو المسؤول عن رفع تلك 280 فولت، هذا هو المحول المسؤول عن رفع 280 فولت إلى 380 فولت. إذن عندما يكون في الوضع العادي 280 فولت ترفع عند الاشتغال، عندما يشتغل التلفزيون ترفع إلى 380 فولت، وبالتالي هذه 380 فولت فهي يتغذى عليها هذا الاثنان من الترانسفورمر للانفرتر. في بعض الأحيان أصدقائي ماذا يقع؟ يقع خلل في البوست، في دائرة البوست كونفرتر المسؤولة عن رفع 280 فولت إلى 380 فولت، يقع به خلل، بالتالي لا يرفع تلك الفولتية، تبقى فقط في 280 فولت. وعندما نقوم بتشغيل التلفزيون تظهر لنا الإضاءة وثم تختفي، لأن الطاقة أو الفولتية غير كافية لاشتغال الانفرتر الذي يغذي اللمبات إضاءة الشاشة. إذن عندما يكون 280 فولت يشتغل تظهر الإضاءة ثم تختفي، ولكن عندما تكون هنا 380 فولت وهو يعني الفولتية يعني عند الاشتغال تكون 380 فولت، عندئذ يشتغل الانفرتر يعني بشكل عادي، يعني لأنه لديه طاقة كافية وهي 380 فولت. إذن الآن قد فهمنا لما علينا القياس أولا هذا الفولتية والتأكد منها، لأن هذا الفولتية هنا يتغذى منها الانفرتر. أعيد مرة أخرى، هذا التلفزيون لديه انفرتر يتغذى من المكتفات الرئيسية في وحدة التغذية التي تكون الفولتية هنا 380 فولت، ليس كباقي الانفرترات الأخرى التي تتغذى ب 24 فولت. الآن سأوصل التلفزيون بالكهرباء. إذن كما تلاحظون أصدقائي هي 380 فولت موجودة. إذن وحدة التغذية يعني جيدة، البوست كونفرتر يعني يرفع الفولتية بشكل جيد. لاحظوا أصدقائي سوف أريكم شيء، هنا موجود 380 الآن، هيا لاحظوا عندما أقوم بإطفاء التلفزيون من الريموت أضعه في وضع ستاند باي، لاحظوا الفولتية هنا الآن هي سوف يعني تسقط تدريجيا حتى تستقر في 280 فولت. لاحظوا هي الآن تسقط الآن التلفزيون في وضع ستاند باي. لاحظوا أصدقائي هي المهم تستقر أصدقائي في 280 فولت، وعند الاشتغال لاحظوا هي 380 فولت. إذن الفولتية جيدة، سوف ننتقل إلى المرحلة الثانية. إذن الفولتية الرئيسية المسؤولة يعني عن تغذية الانفرتر فهي سليمة 380 فولت. إذن أصدقائي بما أن خلفية الإضاءة يعني تظهر يعني تشتعل ثم تختفي، فهذا الاثنان من المحولات فهما يعملان،
لأنهما يرسلان يعني فولتية أو تغذية، تكون فولتية عالية أصدقائي في هاد لي ترانسفورمر، فهم يرسلون يعني فولتية عالية، يعني هي التي يعني تدخل يعني يعني تتفرق تدخل يعني كل واحد من هاد لي ترانسفورمر الصغيرة يأخذ جزء من تلك الفولتية، ومن ثم يعني يغذي بها أيضا، يحولها ويغذي بها يعني لمبة معينة. إذا هنا الشك يبقى إما في أحد هاد المحولات الصغيرة أو في أحد اللمبات يعني الموجودين في خلفية الإضاءة. لما اللمبات الموجودين في خلفية الإضاءة؟ لأن عندما تكون لمبة بها خلل فإن الأنفرتر يفصل أوتوماتيكيا، يدخل في نظام الحماية، لأن هناك خلل، هناك لمبة بها خلل، فطبيعي يعني تظهر الإضاءة ثم تختفي. عندما تختفي الأنفرتر يفصل يعني يدخل في نظام الحماية. وأيضا عندما يكون أحد هذه المحولات الصغيرة يعني بها خلل، أيضا الإضاءة تظهر ثم تختفي. عندما تختفي الأنفرتر يدخل في نظام الحماية، لأن أحد مكوناته أو عناصره بها يعني تكون بها خلل. إذا أصدقائي، لنتأكد من هذ الأمرين، إما اللمبات أو هذا الترانسفورمر، هذه المحولات، علينا بأولا قياس هذه المحولات، علينا بقياسهم أصدقائي، التأكد منهم هل هما سالمين أم لا. ولقياسهم أصدقائي قياسا صحيحا، علينا الاستعانة بجهاز يكون خاص يعني لقياس الملفات أو لترانسفورمر بصفة عامة، أي ملف بصفة عامة يقوم بقياسه جهاز خاص، وهو يعطيك يعني قراءة صحيحة، يعطيك عدد اللفات. يعني أنتم تعرفون بأن كل ترانسفورمر فهو به يعني سلك نحاسي يعني ملفوف، يعطيك قياس لعدد تلك اللفات. إذا أنا ليست متوفر لدي مثل هذه الأجهزة، ولذلك سوف أستعين يعني بطريقة سوف أعملها. كما تلاحظون هنا هذه الترانسفورمر فهي متشابهة، متشابهة أكيد لها نفس القياس، ولهذا سوف أقوم بالقياس وأرى إن كانت يعني كلها تعطي نفس القياس فهي يعني كلها سليمة. إن كانت مثلا يعطي واحد، يعطي قياس يعني مغاير للقياسات الأخرى على هذه الترانسفورمرات الأخرى، فنعرف بأنه هو به الخلل. إن أعطوا كلهم قياس نفس القياس فهما سليمين، إن أعطوا يعني واحد أو اثنان قياس يعني مخالف غير مشابه لقياسات هذ الآخرين فهما يعني بهما خلل. هذه الطريقة التي سوف أستعين بها ونرى، تابعوا. وللمعلومة أصدقائي، هذه المحولات هنا فهي تشتغل بفولتيات آسي أو بكهرباء آسي، كهرباء المتردد، تيار المتردد، لأن هاد الاثنان من الترانسفورمر هنا فهما يعني يخرجان يعني تيار آسي، كهرباء آسي متردد، ولهذا يعني كما تلاحظون لا يوجد يعني مصفطات. مثلا لو كان الأنفرتر يتغذى ب 24 فولت دي سي، كمثلا هذا يتغذى ب 24 فولتية دي سي، وكما تلاحظون هنا كل ترانسفورمر فهو يعني متصل بماذا؟ متصل بمصفت، وأيضا يوجد آي سي التذبذب يعني لعملية التقطيع، لأن هنا الدخل دي سي ليس اس سي، أما هنا فالدخل اس يعني متردد، لهذا غير موجود يعني المصفتات أو آي سي التقطيع. كما قلت سوف أقوم بقياس هذه المحولات للتأكد. كما تعلمون بأن المحول أو الترانسفورمر له ملفان، ملف ابتدائي وملف ثانوي. الملف الذي سوف نقوم بقياسه هو الملف الثانوي ليس الابتدائي، لأن في هذه الترانسفورمات في الأغلب الأحوال الملف الثانوي هو الذي يقع به الخلل.
والملف الثانوي فهو متصل، يعني فهو المتصل يعني مع اللمبة. إذا نضع الملتيمتر على وحدة قياس الديود، ومن ثم نأخذ هاد هنا ونقوم بالقياس. كما قلت هنا يوجد ملف، انظروا القراءة التي أعطاني، يعني 241 240، يعني ما بين 240 و 42. نأتي إلى الثاني، كما تلاحظون انظروا نفس القراءة. ننتقل إلى هذا أيضا، حتى هو يعني تقريبا يعني نفس القراءة، لا فرق. هذا أيضا يعني لا فرق بينهم، هذا أيضا حتى هو هذا جيد، هذا أيضا هذا جيد أيضا، هذا جيد، ننتقل إلى هذا، إذا أصدقائي هاد الترانسفورمات فهي يعني تعطي قراءة يعني تقريبا فهي متشابهة، هذا يدل على أنها يعني شغالة، لا فرق بينهم. لأن أصدقائي لو أعطتني مثلا فرق مثلا هنا 200 يعني و45، إن أعطتني مثلا 145 يعني لنقول انها يعني تالفة، هذا يدل على انها تالفة، ولكن هنا لا فرق. انظروا يعني كلهم يعطوا حوالي 240 يعني في القياس، هذا يدل على انهم يعني يعملوا بشكل جيد. اذا اصدقائي المشكل قد يكون من لمبات، من اللمبات الفلور، فعلينا اصدقائي الان نقوم بفتح التلفزيون بالكامل حتى نصل إلى اللمبات ونتفحصهم هما الآخرين أيضا، فتابعوا معي أصدقائي. إذا أصدقائي هادو هما اللمبات في خلفية الإضاءة، كما تلاحظون هذا هو شكلهم، فهما متصلين مباشرة مع تلك الترانسفورمات الصغيرة. إذا سوف أقوم بتمرير الآن التلفاز بالكهرباء، بسم الله، لنلاحظ اللمبات كما تلاحظون في الأول كانت يعني خلفية الإضاءة تشتعل ثم تنطفئ. نستغل تلك الفرصة ونرى، لاحظوا أصدقائي، لاحظوا لقد اشتعلوا كلهم جيدين ما عدا يعني واحدة، لاحظوا أصدقائي، لاحظوا، سوف أعيد مرة أخرى، لاحظوا هذه تشتعل يعني تقريبا مائلة إلى اللون الأحمر، أما الأخرين فهما يشتعلون يعني عادي باللون الأبيض. إذا أصدقائي هذا يدل على أن هذه اللمبة فهي بها خلل، ولاحظوا أيضا فهي تبدو يعني سوداء من هنا، السواد من هنا من البداية فهو يعني لا مشكلة، أما السواد إن كان في الجهة البيضاء فهذا يدل على أنها تالفة،
نرى من الجهة الأخرى، ننظر حتى من هذه الجهة. لاحظوا هنا، لاحظوا هذه فهي جيدة، هذه جيدة، هذه أيضا كلهم إلا هذه. لاحظوا اللون، هنا اللون السود السود. إذا أصدقائي سوف أقوم بالبحث عندي في الورشة إن كانت متوفرة لدي لمبة مثل هذه في المقاس. المهم إن كانت متوفرة لدي سوف أقوم باستبدالها ونرى النتيجة. تابعوا معي أصدقائي. إذا أصدقائي لحسن الحظ لقد وجدت عندي في الورشة هذه اللمبة، وهي تماما يعني في نفس مقاسها تماما. المهم أصدقائي سوف أقوم باستبدالها الآن بتركيبها ونرى النتيجة. تابعوا. هذا السلك لقد كان في اللمبة القديمة كما رأيتم، سوف أركبه في هذه. إذا الآن أصدقائي بعد تركيب اللمبة سوف أقوم بالتجريب الآن. سأوصل التلفزيون بالكهرباء ونرى. بسم الله. كما تلاحظون أصدقائي هي الآن جميع اللمبات فهي مشتعلة بشكل يعني مستمر لا تفصل. هذه هي اللمبة التي قمنا بتركيبها. هذه إذا أصدقائي الآن سوف أقوم
يعني تجميع التلفزيون، تركيب الشاشة في مكانها، ونكتشف النتيجة النهائية. تابعوا معي أصدقائي. إذا أصدقائي كما تلاحظون التلفاز لقد اشتغل بشكل جيد، لاحظوا الإضاءة فهي جيدة، وسبب مشكل هذا التلفزيون كان في هذه اللمبة الموجودة في خلفية الإضاءة. لقد قمنا باستبدالها والنتيجة كما ترون. الآن أصدقائي نأتي لنهاية الفيديو، أتمنى هذا الفيديو أن يعجبكم ويفيدكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر وموضوع آخر. مع السلامة.